دكتور، الحقيقة إنه الأجازة وأجازة العيد بالذات بتبقى مفروض نبقى نرجع كده منها فريش وبمود مختلف ومبسوطين وسعداء، ولكن للأسف كتير من الناس ترجع من الأجازة بمود عندهم كده حالة من الخمول وإن هم مش قادرين يعملوا حاجة. ليه بيحصل كده؟ هو غالبا مش بيبقوا استمتعوا بالاجازه. هو لو حصل استمتاع للاجازه وخروج سفر تغيير جو زيارات، يعني اي شكل من اشكال استثمار الاجازه والاستمتاع بيها والاستفاده منها، هتلاقي ان ده بالعكس مديلي ده احنا بنقول عليه ان احنا بنعيد شحن بطارياتنا تاني، فبنرجع عندنا طاقه ان احنا نشتغل او نذاكر طاقه اعلى من الاول. فهي مهم ان انا يعني انبسط في الاجازه، استثمرها، استمتع بيها. ده هيفرق كتير قوي ان انا اكون راجع عندي طاقه كده، شاحن نفسي ومبسوط قوي. كمان ان انا برضو خصوصا بالنسبه للطلبه ان هو يكون عارف ان انا يعني هم اجازه يومين وهرجع تاني للدراسه، يعني هم مش اجازه ان انا خلاص يعني خدت الاجازه الكبيره. يعني هي فكره برضو ان انا ابقى فاهم ان هم اليومين بتوع الاجازه. طبعا مع الاسف خصوصا اجازه عيد الفطر اللي هي بتبقى بعد رمضان، ان بيحصل تراخي شويه في رمضان المذاكره، يعني بتبتدي الناس تتفرج على التلفزيون كتير طبعا اللي بنسميه اكبر مضيع للوقت، فخد وقت طويل قوي، فبيبقى محتاج تهيئه شويه قبل ما يرجع تاني للدراسه وان هو يهيئ نفسه. فمن البدايه ان احنا نحاول ان احنا حتى فيما بعد في رمضان بعد كده ان احنا لا نقضيه يوم سليم، بلاش تضييع الوقت كتير في التلفزيون او الخيام الرمضاني او الحاجات اللي هي ملهاش علاقه برمضان. طب عايزه اعرف حضرتك يا دكتور، اهميه ايه الاجازه عند الطلاب؟ ليه مهم ان الطلاب يستمتعوا بالاجازه؟ حضرتك ما قلتي يقضوا وقت حلو يفصلوا، لانه كلنا كبشر محتاجين نفس. ما بالك بقى الطلاب اللي بيبقوا عليهم بريشر المذاكره وان هم لازم يعني يجيبوا درجات عاليه وهكذا. فعايزين نتكلم مع بعض عن اهميه الاجازه والاستمتاع والفصلان، ان احنا محتاجين نفصل وناخد شويه اجازه من كل حاجه. ده يعني اساس، يعني اساس في كل حاجه في حياتنا، ان المفروض ان انا باخد بريك، باخد فيه نفسي، بستمتع بوقتي، بمارس هوايه، بعمل حاجه انا بحبها، بخرج، بتمتع بالاجازه. كل ده بيفرق كتير جدا في الصحه النفسيه، ان انا قدرت ان انا ارتاح، اخد بريك شويه او راحه من الضغوط اللي عليا، سواء كانت ضغوط شغل او ضغوط دراسه، وتحديدا ضغوط الدراسه بتبقى عاليه قوي على الطلبه، خصوصا لو اتكلمنا على طلبه الثانويه العامه اللي في منهم مع الاسف بياخد حتى دروس في فترات الاجازه وفي فترات الاعياد، وده مش صح. يعني هو مش ودي صح. نقطه محتاجه اقف فيها بقى مع حضرتك. تمام.